أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول: أنا صاحب محل تفصيل ثياب للرجال. أنا صاحب محل تفصيل ثياب للرجال، وأكثر من يفصلون عندي هم من المسبلين. المسبلين؟ أي نعم. أيه. والذين يخصرون ثيابهم من المتشبهين بالنساء. لا يجوز لك أن تخيط هذه الثياب للمسبلين، ولا الثياب التي تشبه ثياب النساء للرجال، لا يجوز لك هذا، لأنك متعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم.